حاج صايم. ازيك يا حاج؟ صباح الخير يا حاج، ازي حضرتك؟ الله يخليك. معلش يبدو انه كنت انت حضرتك نمت ولا حاجه، معلش. لا تاخرنا على حضرتك، بس احنا كنا عاملين حسابنا برضو ان الرد على حضرتك يكون بكره باذن الله. بكره هنأكد ويجي لك. حاله حضرتك ايه؟ حاله ابن حضرتك ايه؟ حالته من حوالي سنه دلوقتي شغال بياخد ادماء بتاع الاستروكس، من فتره جامده يعني. عنده كام سنه يا عم صالح؟ عنده 30 سنه، مواليد 88. 30 سنه، مواليد 88. متجوز؟ معاه 3 اطفال. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. معاه 3 اطفال. ومدمن بقاله قد ايه يا عم صايب؟ بقاله اكتر من سنه يا استاذ جابر. وتعالج قبل كده؟ حاولت اديت له علاج من المصحه اللي هي في النفسيه في العباسيه. ما استجابش طبعا، بيديله العلاج ياخده في البيت، هو ما ينفعش البيت. فانت عايز يروح مستشفى تاني ولا يروح برضه مستشفى العباسيه ولا ايه؟ لا يعني يتحجز سيادتك. يتحجز. ربنا سبحانه وتعالى يصلح. طب هو عنده اللي انا بس عايز اسال حضرتك، هو عنده رغبه في العلاج؟ عنده رغبه حاليا. وهو لسه لحد دلوقتي بياخد ستروكس؟ حاليا بياخد ستروكس. عينك كده يا عم صايم؟ ياخدوا عينك كده؟ اعمل ايه طيب؟ يا استاذ. اللي بيعمل بيهم سيادتك، وما لقيش اي حاجه بيبيع اي حاجه من البيت، من فرش مراته، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. هو قاعد مع مراته لوحده ولا مع حضرتك؟ لا، قاعد مع مراته في شقه جنب مني. بيبيع عفش الشقه عشان ستروكس؟ والله امبارح لسه بايع النيش بتاع الشقه عشان ستروكس. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني باع النيش بتاع الشقه عشان يجيب ستروكس؟ والله باع النيش بتاع بيته عشان يجيب ستروكس. ومراته عارفه ان هو بيبيع عشان يجيب ستروكس؟ مراته سابت له البيت سيادتك من اسبوعين ومشت. والاطفال؟ الاطفال معاها رغم ان هم في مدارس يعني. طب ما هم كده سابت له البيت، ما هيبيع كل حاجه يا عم صايم. دي مشكلة يا أستاذ جابر، أنا نفسي تعبت، أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف. أنت عندك كم ولد يعني، أو عدد أولاد حضرتك كام؟ خمسة ستة. خمسة. حد فيهم مشكلة نفس المشكلة؟ في مشكلة نفس المشكلة، وربنا هديه اليمن دول. يعني في واحد تاني، في واحد تاني ستروكس برضه؟ لا، ده سيادتك كان برشام وأماتريل وبيسوحوا ان يسرق، ورحت حبسته قبل كده، عملت فيه محضر. حبست ابنك؟ حبسته. اعمل ايه طيب؟ عملت محضر في ابنك وحبسته؟ ايوه سيادتك حبسته. ايوه. ده انت شايل كتير قوي يا عم صالح، ربنا يكون في عونك. ده انت شايل كتير. وتاب؟ نعم. تاب دلوقتي ولا قل؟ خف؟ خف ان انا ما تابش. هو انتوا معلش يا عم صايم، انتوا قاعدين في منطقه مخدرات ولا ايه؟ والله يا استاذ جابر كل مكان فيه اللي مكفيه. اقول لسيادتك ايه؟ في كتير. انا منطقه قاعد فيها يا عم صايم؟ في بشتيل سيادتك. بشتيل؟ ده منطقه وحشه قوي. بشتيل والوراق والحتت دي بيتباع فيها، وإمبابة بيتباع فيها. ماشي ماشي سيادتك، كل مكان فيه الحلو وفيه الوحش. طبعا في ناس طبعًا محترمة كتير، وفي ناس ولعوذ بالله أهل سوء. أهل سوء. طيب النهارده احنا خلاص بقينا داخلين على السبت اهو، ماشي؟ اتفضل سيادتك. بكرة إن شاء الله انا هتصل بحضرتك تاني، وهنعمل لك اتصال مع المسؤول عن الادمان في مجلس الوزراء، يقول لحضرتك بالظبط، يبعت لك عربيه يوم الاثنين ياخد ابن حضرتك. بس المهم يكون ابن حضرتك عنده الرغبه انه يتعالج، ما يهربش ان شاء الله. ان شاء الله. لو عنده الرغبه انه يتعالج، واحنا ان شاء الله واحنا ايدنا في ايده. احنا ايدنا في ايده ان شاء الله. ولو عايزت اي حاجه مننا ونقدر نعملها، من عندي قبل العند يا عم صايم. الله يصلح حالك. وانت ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. طيب ده نموذج يعني، الراجل راح باع فرش الشقة، باع النيش، ده ممكن بعد كده يبيع البلاط. والله
يكون جايب سيراميك غالي شويه ولا والله ممكن يخلعه ويروح يبيعه، يبيع طقم الصيني، يبيع التلفزيون، يبيع اوضه النوم، يبيع الله يخرب بيت الاستروكس على الميكروكس على البكروكس على اللي جابه روكس ده خالص. ايه ده في ايه؟ في ايه يا جدعان؟